السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناة أسرار الشفاء. موضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى عليك أن تحضر أخي في الله أختي في الله، يمن تؤخر الجنابة حتى الصباح أو قد تؤخرها إلى 10 صباحا أو قد تؤخرها إلى يوم كاملا، ولا تلتفت إلى هذه الأمور، فاعلم أنك مستهدف ومستهدف جدا جدا تابعا حتى الأخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى موضوع الإخوان والأخوات، سواء المصابين أو غير المصابين، الذين يؤخرون غسل الجنابة إلى الصباح، المتزوجون. لذلك إخواني أخواتي ركزوا على هذه النقطة، تأخير الجنابة ليس بالشيء الذي يحمد، فهو مذموم أن تؤخر الجنابة حتى الصباح، فإن هذا سيجعلك مستهدفا إذا كنت من الرقاة أو الذين يحاربون الشياطين، فاعلم أنك مستهدفون 100% بدون نقاش. أما إذا كنت من الناس المرموقين ما شاء الله، من الناس الذين عندهم نجاحات في الدراسة في العمل، أن الناس تلاحظهم على كل صغيرة وكبيرة، فاعلم أن شيطان العين إذا كنت محصنا ومن أهل الخير ومن أهل الدين ومن أهل الصلاح، فإن هذا الخادم شيطان العين سوف ينتظر بفارغ الصبر حتى تترك الجنابة إلى الصباح، ثم يؤخر لك الفجر ثم يدخل، لأن هناك أمور عليكم أن تعلموها. قد يكون الإنسان مصاب بمس واحد من العين والحسد، يعني هذا الخادم دخل بالعين التي أصابته على الذكاء في الدراسة، وهذا المس الذي دخل بالعين يهيئ جسدك لتدخل المزيد من الشياطين. كيف؟ لماذا؟ تجد هذا الشاب وهو إنسان متقي ما شاء الله عليه، يصلي ويقرأ القرآن، ولكن إنما يجمع الصلاة ويؤخرها كلها، أو لا يستيقظ لصلاة الفجر، أو تدخل عليه حتى الصلاة، فإذا لم يأخذه الناس أن يصلي فإنه يفشل ولا يذهب إلى الصلاة حتى يذكره الناس، هيا لتصلي هيا لكذا، فهذا يدل عن فيه مس يؤخر عنه الصلاة، مس يثقل عليه العبادة والصلاة، يهيئ هذا الجسد لتدخل المزيد من الشياطين، يهيئ هذا الجسد لتدخل الأبالس ويتحكم ويسيطر على هذا المؤمن الصالح التقي النقي الطاهر المبارك. فهذا المس شيطان العين والحسد، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كافرا أو ملحدا، فإنه يحاربك على أنك مؤمن، ويعذبك ويوسوس لك ويثبتك ويفشلك كي لا تقوم بالصلاة، يجعل لك التثبيت والخمول والكسل، ويجعلك عاجزا كاسلا لا تستطيع أن تقوم إلى الصلاة أو حتى إلى قراءة القرآن وحتى إلى صلاة الفجر كي تدخل المزيد من الشياطين. فإذا دخلت المزيد وأنت لست متوكلا على الله عز وجل، فاقرأ على روحك السلام. لماذا؟ لأن هذا شيطان واحد، فماذا فعل بك؟ فتخيل أنه 10 دخلوك أو 15، فإنه سيتحكمون في شخصيتك. لذلك فعليك أن لا تترك هذه الجنابة، فعليك أن تغسلها في الليل عندما تنتهي منها، لأنها قد تكون لها أعراض جانبية على جسدك، أعراض جانبية قد تؤذي أعضائك، يعني الأعضاء التناسلية والأعضاء الحساسة قد تؤذيها إذا بقي في هذه الأشياء، فعليك أن تغسل بإذن الله وتطهر نفسك من هذه الجنابة، لأن الإنسان الجنوب لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل ولا أن يقرأ القرآن ولا أن يصلي، وحتى الملائكة تهرب عنه عندما الإنسان يكون جنبا أو يكون في الحمام، فإن الملائكة تتركه، فإذا استعاد الإنسان طهارته فإن الملائكة تحرسه بإذن الله الواحد القهار، ولأن الملائكة جند من جنود الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يسخرها لك لتحرسك عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. فإذا أنت نمت بالجنابة أو بقيت بالجنابة ربع 24 ساعة، فمن الذي سيحرسك بعد الله عز وجل؟ من؟ قل لي أنت من سيحرسك بعد الله؟ من؟ سوف تتكالب عليك الشياطين من كل حدب وصوب، سوف يلعبون بك كما يلعب بالشطرنج. فإذا إن شاء الله تحصنت بالله تبارك وتعالى واستعنت بالله، قال أحد العلماء من السلف الصالح الأول من أهل التابعين، قال لولا هذه الأذكار، يعني وخصوصا كان يعني يقصد تقريبا الدعاء المورود عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتوارث من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهذا العالم الجليل كان يقصد بالذات هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.
لماذا يقصد هذا العالم هذا الدعاء خصوصا تقريبا؟ لأن هذا الدعاء هو الذي تحصن به النبي صلى الله عليه وسلم من العفريت الذي كاد أن يحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم. سيقول لقائل: أنت تفزعنا، تخوفنا من الشياطين، أنت كذا. أقول لك أخي بالله، إذا كان عفريت قد تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم وراد أن يحرق وجهه والنبي صلى الله عليه وسلم، الله يحرسه بعينه التي لا تنام، ولكن الله عز وجل يعلمنا، يبتلينا، يقول لنا الأنبياء قد تتعرض لها الشياطين، فعليكم أنتم كذلك يا أتباع الأنبياء أن تتحصنوا. نحن نتعلم بكل شيء وقع للنبي، سحره الذي وقع له والعفاريت الذين تسلطوا عليه وريدوا يحرقوا وجهه، فإن الله عز وجل لن يتخلى عن عبده المبارك وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وسيحرسه بعينه التي لا تنام، ولكن هذا تعلم. الله عز وجل يعلمنا عبر نبيه الكريم أنه ابتله بالسحر لكي نتعلم إذا أصبنا بالسحر كيف نبطله وكيف نتخلص منه بكلمة الله التامة وبالأدعية المباركة. الله عز وجل ابتلى النبي وسلط عليه هذا العفريت وعلمنا كيف نتخلص من العفاريت وبهذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن، لا يستطيع أن يتجاوزهن بر ولا فاجر، سواء كان من الجن أو من الإنس، يعني لا يتجاوزهن، يعني لا يستطيع أن يتجاوز هذه الكلمات إلا بإذن الله. إذا قدر الله عز وجل أن أصاب بالعين فسأصاب بها، ولو تحصنت بالألاف الألاف الألاف من الأدعية، لأن قدر الله عز وجل أشد من كل شيء. إذا قدر الله عز وجل عليك شيئا فلو تحصنت بالألاف من الأدعية، ولكن إذا بإذن الله تبارك وتعالى أراد أن يحفظك والله عز وجل أراد أن يصرف عنك السوء، فقد تتحصن بدعاء واحد ويصرف الله عز وجل عنك السوء بإذنه وقوته وبحكمته. لذلك الله عز وجل ابتلانا بهذه الأمور، ابتلى الأنبياء كي نتعلم نحن. وهذا الدعاء بإذن الله الذي قال فيه العالم الجليل، قال: لولا هذه الأدعية التي علمنا الله عز وجل أن نتحصن بها لتخطفتنا الشياطين. والله العظيم قال: لتخطفتنا الشياطين والجن، يعني أن تتخطف الإنسان وتلعب به، وهي أمنة ويسرة، ولكن الذكر يجعلك كالحجرة الصماء لا تستطيع الجن أن تحركها. الذكر والقرآن يجعل منك نورا يمشي على الأرض، القرآن الكريم والأدعية تجعلك يعني نارا تمشي على الأرض، حتى إذا اقتربت منك الشياطين احترقت لا تستطيع أن تدخلك ولا تقترب منك، ولكن حتى إذا قدر الله عز وجل عليك هذا الإبتلاء ودخلك شيطان العين أو خادم السحر ويوسوس لك، أو حتى إذا دخلتك الألاف والألاف من الشياطين، فإن الله عز وجل يجعل جسدك عذابا عليهم، ولن يستطيع أن يتحكموا في جسدك وفي عقلك 100%. الشياطين إذا دخلوا في الجسد ما هو مقصدهم؟ أن يسيطروا عليك، هدفهم أن يسيطروا عليك، يخرجوك من النور، من نور الذكر، من نور القرآن إلى الظلمات. هذا هو الهدف الأول للشياطين. فإذا دخلوا إلى جسدك وجدوا الذكر ما شاء الله، الصلاة ما شاء الله، القرآن، العبادة، التوكل على الله عز وجل، يتحدبون، لا يستطيعون أن يفعلوا الأهداف التي جاءوا من أجلها، فأصبحوا يتعذبون. فإذا تعذبوا يشنجون عضلاتك، يسببون الألام في جسدك، ألم هنا، ألم هنا، ألم في الرأس، تعب، لأنهم لم يفعلوا الأهداف التي أتوا من أجلها، لذلك أصبحوا يتعذبون في هذا الجسد. جسدي أصبح سجنا لهم حتى يخرجوا منه. هذا وضعك أيها المصاب، هذا وضعك أيها الأخت المصابة، جسدك أصبح سجنا لهم، يتعذبون فيه حتى يقدر الله عز وجل أن يخرجوا. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا قدر الله عز وجل يخرج من جسدك فلن نستطيع أن يبقوا ساعة ولا يزيد ساعة بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك ركز على توكلك ويقينك بالله تبارك وتعالى. فالأدعية كلها والتحسينات كلها أسباب جعل الله أنزله الله عز وجل على نبيه الكريم لكي يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا نتحصن بها. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.